بسبب إنسان مختل. يعني اللي عمل كده ده شيء يعلم الله بقى. محامي يوسف خيري يكشف سبب خلافه مع ساندي. خلاص بقى كله بدأ يحط عليه. أنا تعازيت في عمود الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل. ومن مبدأ حق الرد إي تي بالعربي قابل ماجد البنهاوي محامي الدفاع عن يوسف خيري المعروف بسمكاري البني آدمين اللي كان حريص يرد على اتهام ساندي ليوسف بالتسبب في إعاقتها. الكلام ده كله طبعا لا أساس له من الصحة تماما وعاري تماما من الصحة. الموضوع أن الفنانة ساندي كانت بتروح تعمل عنده استشهاد عادي وكانت مفيش اي مشاكل خالص، وعلى حد قولها هي قايله بلسانها ان الموضوع ده ان هي عملت الجلسه بتاعتها او اكثر من جلسه من سنتين. طب هو لما انت من سنتين اشمعنى الايام دي افتكرتي ان هو اللي هو اللي سبب لك في شلل؟ طب ما كانش متسبب لك في شلل من سنتين؟ طب انت ما قدمتيش اي شكوى رسميه بالكلام ده ولا يعني حتى اسمها عندي مش في القضيه اصلا. يعني القضية أصلاً ساندي ملهاش أي دور عندي ولا اسمها مذكور في القضية خالص. وعلى حسب كلام المحامي فاتهامات ساندي سببها مشكلة صغيرة حصلت بينها وبين يوسف بيكشف عنها حصرياً في إي تي بالعربي. الفنانة ساندي إن هي كانت على علاقة ممتازة جداً والعلاقة جميلة أو بينه أو بين الأستاذ يوسف وما كانش في أي مشاكل خالص، بس هي على ما يبدو إن هي طلبته إن يعني يروح لها البيت يعمل لها السيشن بتاعها وحاجات زي كده، وهو ما بيروح يعني نادرا لما بيروح لبيت حد فرفض. من هنا بدات المشاحنات بينهم وبين بعض. هي طلعت لما هو اتقبض عليه، الله اعلم يعني ايه اللي في المخ او هي يعني اللي عملت كده ده شيء يعلم الله بقى. فبعد القاء القبض على يوسف خيري كان حديث السوشيال ميديا ومحل انتقادات وحصل هجوم كبير عليه. حمله ممنهجه جامده جدا يعني ضده، وقعدوا كلهم بالرغم ان كل الفنانين دول كلهم كانوا بيروحوا بمحض ارادتهم ولا عمره قال لهم تعالوا، هم اللي كانوا بيروحوا وكانوا بيحجزوا عنده المواعيد كمان، وطبعا كان بيعمل لهم الحاجات دي كلها بدون مقابل ولا في اي حاجه منهم خالص. انا مش عارف ايه اللي هو يعني ايه اللي حصل ده او ليه الضجه الاعلاميه الجامده ديت على الموضوع ده. بس بعد ما حصلت القصه كشفوا بعضهم عن تجاربهم معاه زي امير كراره، داليا مصطفى، ومحمد انور وغيرهم، وده اللي كان تخلي عن يوسف من وجهه نظر محامين. ما كانش يجب ان دي تبقى الوقفه معاه. وبعدين هو طبعا زي ما قلت حاجة هو دلوقتي في موقف ضعيف، فالإنسان لما يبقى في موقف ضعيف بيبقى محتاج أي دعم ولو بالكلمة. ساعة ما حصل اللي حصل سوري وقع خلاص بقى كله بدأ يحط عليه. بس كنا حابين نعرف إزاي تلقى يوسف خيري الأخبار دي كلها والهجوم عليه، وهل وصلت له تصريحات الفنانين عنه؟ طبعا نفسيته وحشة ومتضايق وزعلان من اللي حصل دوت، وهو كل ما كان بيقول أنا عمري ما أذيت حد وعمري ما ضايقت حد، ليه بيعملوا معايا كده؟ فبعد شهرة كبيرة وملايين المشاهدات راح يوسف للسجن وواجه اتهامات بالتزوير، وهنعرف مصيره بعد النظر في قضيته يوم 15 سبتمبر اللي جاي. مستنيين جلسة 15/9 إن شاء الله، ربنا كرمنا يبقى خير وبركة يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نخلص بيه. يوسف ده كان راجل حاصل على بكالوريوس تجارة، عايش حياته بره مصر خالص، وبعدين هو اتعلم علم اسمه الكيروبراكتور. فالمهم طبعا نزل هنا عشان يمارس النشاط ده هنا في مصر. هو هنا على ما يبدو ان لسه ما تمش اعتماده في الجامعات المصريه، ففي احد الاساتذه هو عمل له توكيل وراح يعمل له خلص له المستندات والاوراق بتاعته. هو ما راح لما هو الا عشان يوقع بس على الورق بتاع البطاقه بتاعته، فوجئ لان هم في الاحوال المدنيه قالوا ان الورق ده مش مظبوط ومزور وحاجات زي كده، ويتم القبض عليه في الأحوال المدنية.